كأنه هي الآية نزلت من بعد ما سمعوا الصوت في واقعة أحد بأن النبي قد قتل، نادى منادي محمد قتل. لما سمعوا الصوت كأنه يظهر هذا الصوت كان له تأثير على نفسياتهم، يعني جماعة من عندهم تخاذلوا، جماعة من عندهم أحسوا بالانهيار بالفشل. الآية الكريمة نزلت تعيد لهم عنفوانهم، ونزلت تعبئهم حتى يستأنفوا الحرب مرة أخرى. وما طول أنا بصدد هالمعنى، شوي خلي نلقي بعض الأضواء على هالنقطة. هاي النقطة إلى الآن تعتبر حية، يعني الآن الكتاب الغربيين أو أعداء الإسلام دائما ينعتون الإسلام بأن عبارة عن هجمة بدوية مهمتها شفك الدماء الحرب، والواقع هذا تعدي ومغالطة وابتعاد عن الواقع، لأنه الأهداف اللي عادة تكون أهداف للحرب ما كانت عند الإسلام. هي شنو أهداف الحرب؟ مثلا أكو عندنا بعض الباحثين الغربيين، أكو مثلا ليبولد جوهر، هذا يعتبر من كبار الباحثين، هذا يقول أن الشعوب والأمم تعتبر أن الحرب إلها أسباب. يعني أكو عد الشعوب مجموعة 9 أسباب، كل شعب من الشعوب عنده سبب للحرب. مثلا بعض الشعوب يقول عندهم أسباب وهمية، مثل إيش؟ مثلا نظرية من نظريات الحرب تقول أن الحرب هي عبارة عن تخطيط من قوة فوق قوة البشر، يعني افرض من السماء، يعني الله عز وجل هو الذي يوقع الحروب أو يلقي في نفوس الشعوب أن تتحارب، إما من أجل الانتقام أو من أجل أهداف أخرى. هذا باعتباره هو علماني يقول هذا سبب وهمي ما نقبله. ثانيا السبب الثاني هم يعتبره وهمي، شنو هو السبب الكوني؟ السبب الكوني كان بعض الشعوب تعتبر أن الحرب من تأثير الكواكب، النجوم، نفس النجوم لها تأثيرات على البشر وأثر من آثارها الحروب، هذا يقول أيضا سبب وهمي. السبب الثالث اللي ينسبوه إلى الأرواح الشريرة، يقولون أكو بالكون أرواح خبيثة شريرة هي تنشر فكرة الحرب. هاي الأسباب الثلاثة يعتبرهن وهميات. يجي من بعد هالأسباب الثلاثة يعد أسباب 6، أولها مثلا النظرية الماركسية. النظرية الماركسية تقول أن الحرب هي عبارة عن تنامي قوة رأس المال، رأس المال لما ينمو يصير قوي يريد لأسواق، يحتاج أسواق، يريد يصرف بضاعته ويريد يحصل على مواد خام. منين طبعا الشعوب تتمسك بحقوقها في موادها الأولية، هذا يجي يقاتل من أجل الحصول على المواد الأولية ويقاتل من أجل فتح أسواق. هاي النظرية الماركسية معروفة. أكو النظرية الثانية نظرية عدم الإشباع. نظرية عدم الإشباع شنو؟ يعني يقول أن الفرد الإنساني ما يشبع رغباته. يعني أنا مثلا أريد أركب لي سيارة ما أقدر، أشوف الآخرين عندهم كذا سيارات. أريد مثلا أحصل لي على بيت مريح ما أقدر. ما أقدر أشبع رغباتي الجسدية والنفسية. فأضطر في سبيل إشباع رغباتي أنا عارف أقاتل حتى أحصل على شيء أشبع به رغباتي. هذه أيضا نظرية من النظريات. أكو مثلا من النظريات عندهم النظرية التراثية، يعني نظرية مثل الإسبرطيين. الإسبرطيين يقولون إحنا يجب أن نتغلب على الشعوب، عندهم هي النظرية الحربية أنه لا بد من التغلب على غيرنا،
احنا فد شعب متميز. المهم ما ارد اعد النظريات، لما نرجع 9 نظريات موجودة، اللي يحب اكو كتاب انهيار الامم الى هذا اليوبول، والكتاب شوية جدير بالمطالعة. بس كل هالاسباب اللي يذكرها تتداخل، لكن انا اللي يعنيني منها شنو؟ اللي يعنيني هل ان الاسلام عنده سبب من هالاسباب اللي جاي يحصروها ب9، هذا السبب يدفع للحرب؟ ابدا. بدليل شنو؟ بدليل فقهاء المسلمين يقولون ان الجهاد اللي يدعون اليه واللي يسبب الحرب، الجهاد هو عبارة عن إعلاء القتال في سبيل إعلاء كلمة الله. إعلاء كلمة الله شنو؟ يعني نشر قانون السماء الذي يحقق العدل في الأرض. كيف؟ قانون السماء اللي يحقق العدل بالأرض أولا يستهدف أن يشبع حاجة الإنسان. ما يسمح ان يبقى واحد جوعان يدور لرغيف ما يلقاه، واحد متخوم ما يدري وين يدب الطعام، زين؟ لا، يريد توازن اكو موجود. في نفس الوقت ما يريد واحد يستدل من اجل نظرية باطلة، لان معظم الحروب احيانا قد تنشأ من نظرية عنصرية، يعني انا من شعب متميز وهي الشعوب الباقية اعتبرها عبيد، اعتبرها عبيد. يعني انا اذكر اكو نظرية لواحد من علماء الاجتماع، هذا عنده نظرية يسميها قانون التشارك. قانون شنو قانون التشارك؟ يقول هاي الشعوب الاخرى غير الشعوب الاوروبية، هذول يقول يشركون بين الانسان وبين ظله، يروح له الى واحد فوال او ساحر يقول له انا اكره فلان، يقول له انا اخلصك من عنده، اعطيني كذا مبلغ وانا اعطيك خيط وبسمار، وشوفه هذا من يوقف بالشمس من يصير لظل، حط البسمار اضربه على الظل ماله وراح يتمرض يموت. يقول هاي شعوب مخ معدة، لازم نستعمرها، احنا نحكمها، هيك شعوب لازم تحكم. يعني بدل ما يقول ان هذا جاهل يمكن ان نعلمه ونرتفع به الى مستوانا، لا، يقول هذا مخلوق لان يكون مستعمر لنا. فتأمل دول الغربيين بالواقع عندهم نظريات غريبة في استعباد الشعوب، يعني يشعرون بانهم افضل وان الشعوب الاخرى يجب ان تكون تحت سيطرتهم. المعنى هذا ما موجود عند الاسلام ابدا. الاسلام كل ما عنده أن الناس سواسية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبدا ما أكو عند الإسلام منطلق عنصري بالمرة، ولا منطلق يريد يعتدي على الآخرين فيسلب قوتهم. هسه أكو نقطة، أنت لا تجي تحاسبني، إذا تريد تحاسبني تقول لي الإسلام هو أفعال هارون الرشيد مثلا أو أفعال الحجاج، لا، هاي لا، هاي لا، لا تحاسبني بها، لا تخلط بين الإسلام وبين المسلمين. الإسلام نظرياته معروفة، يجي الحجاج يخربط، الإسلام ما مسؤول عن خربطة الحجاج ولا مسؤول عن خربطة غيره. أنت لا تخلط لي بين النظرية والتطبيق، لا، أكو فرق بين النظرية والتطبيق. زين، إذا عرفنا هذا، اذا الدليل على ان الاسلام ما عنده روح اعتدائيه، يعني ما عنده روح اعتدائيه، عشان اضرب لك امثله، ألد اعداء الاسلام، الاسلام ما تابعهم لما ظفر بهم، بل بالعكس عفى عنهم. اضرب لك مثل، ترى لا تعتقد اكو بيت عذب النبي وعذب المسلمين مثل بيت ابو جهل. بيت ابو جهل، ولما فتح النبي صلى الله عليه واله مكه ودخل الى مكة، اجت ام حكيم زوجة عكرمة ابن ابي جهل. عكرمة هرب، اختفى، طلع لي برا، اجت طبت على النبي، قالت له هذا عكرمة هرب وما عندنا بالبيت غيره، وهذا ابو البيت، هل يمكن ان تعفو عنه يا رسول الله؟ قالها بلى، انا اعطيه امان، روحي بلغي بانه امن. فأقبلت إليه، قالت يا عكرمة
إن النبي قد آمن، قل أشهد أن لا إله إلا الله حتى تسلم. قالها أنا إنما هربت من هذا، أنا إنما شردت حتى ما أقول الحكاية، دعيني من هذا. قالت له زين، إذا تعال النبي أمنك. قال إيه نعم أنا أرجع. فعلا رجع. النبي لما شاف من بعد التفت إلى أصحابه قال لا تسبوا أباه، ليكون واحد عندكم يغلط ويسب أبوه، لأن السب يؤذي الأحياء ولا يبلغ الأموات. الشتمة، والحقيقة فرد قانون رائع هذا، يعني يريد يقولهم أن لا تعودون ألسنتكم على الشتائم. الشتائم شو يسوي؟ شو تفرق؟ يعني توصل لحقك بالشتمة؟ إذا قعدت من الصبح لليل تشتم توصل إلى حق من حقوقك؟ أبدا. الشتم ما يعطي نتيجة أبدا، مو من شيم الرجال. الرجال تصل إلى حقوقها بوسائل أخرى، مو بالشتم. فلان يشتم فلان، مو يقول الشاعر العربي رحنا بهم شتما وراحوا بالإبل، يقول هم أخذوا الإبل وإحنا ظلنا بس نشتم، أظل شتم من الصبح لليل من يمك. الواقع الحقيقة أحد شعرائنا يقول لا تشتمن الرج أو تبكي له، فالرج ليس بمثل ذلك يدفع لكن تصد له، فإن أخضعته تحيا وإن خفت الممات ستخضعه. الحقيقة الإنسان ما يصل إلى نتيجة بالشتم. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم لا يكون واحد عندكم يغلط ويشتم أبوه باعتبار أبوه آذانا أبو جهل، لا اتركوه، لأن الشتم يؤذي الأحياء ولا يبلغ الأموات. وبالفعل إجا هذا طبع على النبي، قال له إلى ما تدعو يا محمد؟ قال له إلمن لأي شيء تدعو؟ قال له أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأدعو إلى وأدعو إلى الصلاة، وأدعو إلى الصيام، وأدعو إلى صلة الأرحام، وأدعو إلى البر. قال له هاي أشياء الواقع هاي تبعث على العجب، أنا أسلم، أشهد أن لا إله إلا أسلم. المهم أن النبي لدى أعداء ما قابل سهيل ابن عامر وهو من رؤوس المشركين. سهيل ابن عامر أبدا أيضا النبي آمن وظل مدة مو مسلم، يروح ويجي ويمارس أعماله، وإلى أن بعد فترة هو قطع فكرة تلقائيا، اقتنع أسلم. فالإسلام ما عنده روح عدائية نهائيا، هدف من أهداف الحرب ما عنده، عند نشر كلمة لا إله إلا الله، عبر عنها بتعبير آخر نشر العدل الاجتماعي بين الناس، هذا هدفه مو أكثر. طيب من بعد